محتفلة بعيد ميلادها مع خطيبها تحت سفح إهرامات الجيزة بصور أظهرت مدى حبها وعشقها لمصر. إنها كاتي بيري المطربة الأمريكية التي اختارت مصر مكانا تحتفل به بعيد ميلادها 35، وفي الصور التي نشرتها وقفت في الصحراء المصرية هي وبلوم بينما ظهرت في الخلفية صورة الإهرامات، وكتبت بيري: اعتقد المصريون القدماء انك عندما تقدم قلبك يجب ان يكون له وزن ويجب ان يكون اخف من الريشة لتكون مؤهلا للرحلة الى ما بعد الحياة، وقد اطلقت على امي ريشة منذ ان كنت صغيرة، وامل بعد كل ما قيل وحدث ان يكون قلبي خفيف مثل الريشة. هذا هو سن 35، فالمطربة صاحبة 35 عاما اصطحبت معها الى مصر 64 فردا من عائلتها واصدقائها المقربين على نفقتها الخاصة من أجل مشاركتها الاحتفالات بهذه المناسبة، وقامت برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح في نهر النيل وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الإهرامات، والتي نشرتها جميعا في عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.